بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، بما إن إحنا كنا بنقول إن الافتراضي في التول تيب إنه يبقى تحت الكلمة، يعني أنا لو شلت الستايل توب ده وسبتها زي ما هي، طبعا إحنا عارفين إن أول واحدة هتيجي على الافتراضي لأن مفيش مساحة جوه منها يعني يا جماعة. فأنا لو عادي ريلود، لو الافتراضي للهنت إن هو يجي تحت من الكلمة بالشيب العجيب ده، تمام؟ إيه طيب، انت من شويه قلت ان انا بضيف الكلاس اللي اسمه توب. طبعا اكيد جت في بالك الفكره بان انت تحاول تجرب تضيف الكلاسات اللي اسمها رايت وليفت. انا احييك بصراحه لو حاولت تعملها، يعني إيه لاني بالفعل الامر ديت ابليكيتابل وبيتطبق عادي. ده اللي هيخلي الشيب بتاع الهنت يتغير بالالاينمنتات اللي حضرتك كنت بتحددها. ففي الرايت هتلاقي ان الشيب بتاعك جه على الناحيه اليمين، وفي الليفت هتلاقي ان الشيب بتاعك جه على الناحيه الشمال. ده اللي بيحاول يفرد برضه مساحه من التصميم علشان ما ماثرش على مكان العنصر بتاعك في اليو اي. يعني بصراحه المفهوم ده ربما يكون دقيق شويه، تحاول تحافظ على مساحه تصميمك لما اليوزر يعمل هوفر على المنت معين. سبحان الله، انا بحاول نشرح التول بس مش اكتر. ربما ان شاء الله باذن الله تقع تحت من ايدك مثلا الفيتشر دي، او تحتاج ان انت تنفذها باستخدام الفريم ورك استراتيجي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.